المشكلة فضيلتكم أن الإنسان الآن يعني في مشاغل والتهافت على الدنيا من قبل الإنسان، هل أضاع هذا التهافت والمشاغل الكثيرة مراقبة الله سبحانه وتعالى؟ العمل الذي يعمله الإنسان حتى وإن شغل بهذه الأعمال الدنيوية من الرزق، من طلب الرزق، ومن السعي على العيال، ومن السعي على نفسه، ومن بذل الجهد في علمه وهكذا، ينبغي أن تكون الرقابة أو الضمير أو أن يكون مستحضرا لله عز وجل في كل حاله. ولهذا فإن التربية الحسنة في الحقيقة بالنسبة لأي إنسان على وجه الأرض فإنه إنما يكون بتنمية الضمير عنده، وهذه التنمية تحتاج في الحقيقة إلى غرس القيم والمبادئ عند الإنسان. ولذلك لاحظنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة المكرمة وفي سنتين في المدينة المنورة، على الأقل الفترة المكية اللي هي 13 سنة، الرسول ظل فيها يربي الإنسان ويغرس صحيح. فيه هذا الخلق، خلق الرقابة، حتى إنك تلحظ بأن هذا الذي غرسه رسول الله نتج عنه ثمرة طيبة.